ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. دل هذا على ماذا؟ على أن من اعتصم بالله فإن الثمرة أن الله عز وجل يهديه إلى الصراط المستقيم، ومن ثم فإنما تسعى إليه اليهود وما يسعى إليه أهل الكتاب في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. هنا من اعتصم بالله وأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الثمرة هنا أنه يهدى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وهو صراط الله عز وجل. والاعتصام بالله عز وجل كما أن به هداية أيضا به مزايا أخرى. قال تعالى في سورة النساء: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ومن ثم فإن على المسلم أن يسأل الله عز وجل أن يعصمه من السوء.